هاشتاج سعودي يطلق زوجته بسبب سمبوسة تصدر ترند تويتر العالمي اليوم. أرفق الهاشتاج بخبر عن تطليق سعودي لزوجته إثر خلاف نشب بينهما على حشوة سمبوسة. لكن مع البحث يتبين أن الخبر نفسه كانت قد نشرته صحيفة الوسط البحرينية العام 2014، وقبلها صحيفة الاتحاد الإماراتية العام 2011، وأخيراً يتبين أن مصدر الخبر الأول يعود للعام 2010، أي لست سنوات سابقة، ومصدره صحيفة عكاظ السعودية.